ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يعني فلان رزقه الله بموهبة، رزقه الله بمال، رزقه الله بأولاد، لا تحسده ولا تتمنى على سبيل البغي والحسد أو يدفعك هذا إلى البغي والحسد، لا تتمنى ما عنده، بل ارضى بما قسمه الله لك. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. يعني كما قال الإمام الطبري: الرجل والمرأة إذا عملوا فلهم أجرهم من الثواب عند الله عز وجل. كأن الآية فيها معنى لطيف قوي، ما تنشغلش بحظوظ الدنيا اللي عند الناس، المهم أن ما عندك يدفعك إلى عبادة الله عز وجل. اللي تهتم به ليه؟ حسنات، مش العربيات. اللي تهتم به الثواب، هو ده اللي يهمك. فما دمتم كلكم على مستوى واحد من النصيب في فعل الطاعة كل أو في الجزاء، فخلاص ده اللي انت تنشغل به، ان كلنا ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على أعمالنا. العمل ممكن واحد عنده أولاد وواحد لا، واحد عنده أموال وتاني لا، إنما العمل الصالح لا، ده مفتوح للجميع. كل بني آدم يقدر يعمل عمل صالح سواء كان رجل أو مرأة. المرأة ما تقولش أصل الرجال مفتوح ليهم باب الجهاد وباب الاعتكاف وباب، هو طبعا يشرع للمرأة الاعتكاف، لكن طبعا الموضوع ما يكونش بسيط بالنسبة للمرأة. وفتح للرجال أبواب كثيرة من العبادة، مش مفتوحة لينا نقول لها عملي ما أمرت به ولك أجرك عند الله، عشان ما تتمناش تبقى راجل أو تتمنى خصائص الرجال، ولا أنت تتمنى الولد، لأن الولد قد يدخلك النار، إنما تهتم بالإيه؟ بالعمل الصالح. للرجال نصيب مما اكتسبوا، يعني مما عملوا لهم نصيب، سواء بقى بأجر وحسنات أو بسيئات وعقوبات حسب عملك. وللنساء نصيب مما اكتسبوا. فالإنسان ما يهتمش بحظوظ الدنيا، إنما يهتم بالعمل للآخرة. وسألوا الله من فضله، ما هو ربنا عز وجل هو اللي عنده الأرزاق والأولاد والأموال والمناصب والجاه وكل شيء. فبدل ما تحسد أخاك وتبغي وتظلم أختك أو أياً كان، عليك باللجوء إلى الله عز وجل. سألوا الله من فضله، محتاج قول يا رب، مش تحسد الناس وتكره الناس وتحقد على الناس، لا تنشغل بهذا، اطلب من ربنا ما تريد واسألوا الله من فضله. يبقى احنا بدل ما نتمنى شوف يا عم الناس اللي عايشة، شوف يا عم الناس اللي مش عارف ايه، اطلب من ربنا. إن الله كان بكل شيء عليم، ربنا يعلم إيه اللي يصلح عباده. ما ممكن لو ادالك تفتري أو تنشغل بالمال عن الدين، كنت بتصلي الفجر وانت بقى ما عندكش لا أشغال ولا رايح ولا جاي، راجل على المعاش مثلا، ما عندكش تجارات، ما عندكش، لما فتح لك بقيت مشغول على طول، وتنام متأخر وتصحى متأخر ومشغول ومت على ذلك، يبقى كان الفقر بالنسبة لك أفضل. وورد في حديث، لكن حديث في سنده ضعف، إن من عبادي من لو أغنيته لفسده الغنى، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. في ناس ما بتستحملش، ممكن تكفر بالله بسبب الفقر. فالله عز وجل يوزع الأرزاق ويبتلي الناس. ما أنت لما تبقى غني ده ابتلاء، هل ستشكر الله؟ ولما تبقى فقير ده ابتلاء، هل ستصبر على ما ابتلاك به الله؟ إن الله كان بكل شيء عليم. أعلم اللي ربنا قدره لك هو اللي أصلح ليك إن شاء الله، ترضى بذلك لأنك لا تعلم الغيب.
واللي تهتم به المعطيات اللي عندك دي هتوصلك لربنا ولا لا؟ يعني ايه واحد معاه ملايين وما بيصليش في جماعه؟ لا، انت ما عندكش الامكانيات دي بس استطعت في النهايه تصلي في جماعه، ده احسن. فاهم؟ يعني مثلا هي عامله زي ايه، انت مفروض تسافر اسكندريه، ففي واحد معاه بقى سياره بي ام ومعاه امكانيات ومعاه بس مشغول، المفروض يوصل في ميعاد محدد ما وصلش. التاني معاه دبه بسيطه وشويه ينزل وشويه يقوم وشويه يزق بس مركز ووصل. الاثنين ده واخد معطياته وده واخد معطيات عشان يوصلوا النتيجه، ده انشغل بالمعطيات عن النتيجه، يبقى ده اخطا، يبقى ده كده كانت مش نعمه، كانت نقمه عليه. والتاني اي نعم ما عندوش كل هذه المعطيات اللي عند الراجل الغني لكن يعرف طريقه، في النهايه وصل. ما دام وصل خلاص، ما تبتئسش على اللي فاتك، انت ما دام عارف ربنا وما دام متدين وما دام بتسير في طريق الاخره لا يهمك ما فاتك من الدنيا. ده صدق يا جماعه، الكلام ده مش شاعري ولا كلام عاطفي، ده حق. هي كل النعم اللي ربنا مديها لك في النهايه تفرز في عمل صالح، عشان تعرف تعيش عيشه طيبه هنيه تقدر من خلالها تعمل اعمال صالحه. عملتها بقى بفلوس، باولاد، بجاه، بمنصب، معاك معاكش، ما دام وصلت للغايه انت على خير، انت فهمت المراد من خلقك، لانك تعبد الله عز وجل، مش تتلهى بالمعطيات، تتلهى بالفلوس والمال والمنصب والدنيا والبيت والشاليه والولاد ياكلوا ازاي ويشربوا منين، كل ده علشان توصل لربنا. وصلت له بالحاجات دي، من غير الحاجات دي مهم توصل. إن الله كان بكل شيء عليماً.